أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masuk ayat. Ya أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا.
تهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك berdiri wajadu ma'akum walladzina 1 2 3 walladzina amanu min ba'du wa hajaru wajadu min ma'akum wajadu ma'akum 2 3 wajadu ma'akum fa'ula'ika min Wa'ulul 1 2 3 Wa'ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah Inna Allah bi kulli syai'in alim Barakallahu fiik. Baik, sebelum kita akhiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam hidup kita, diberikan kebaikan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di jalan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha kita dilancarkan oleh Allah, diberkahi dan dibanyakkan harta kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah, yang baru sembuh ya, seperti Abang Anggit, mudah-mudahan senantiasa sembuh dan tidak terulang kembali sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد الناعم حمد الشاكر حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت وعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر أمورنا كله يا الله. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر أمورنا كله يا الله. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا شافي يا شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اشفي مرضانا يا الله. اللهم اشفي اشفي مرضانا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, cukup bahwa sekalian kita bertemu besok insya Allah. Besok pelajaran terakhir di Maghrib ya. Jadi ya, kita sempatkan hadir dari waktu break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syaji. Melaksanakan taksim yaitu memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang masih belum sempurna. Jadi kami semua berkumpul di sini dalam rangka untuk memperlancar dan memperbaiki cara membaca Al-Qur'an yang benar sesuai dengan syariat. Kali ini kita sudah menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut yang diakhiri dengan melaksanakan sholat isra sebagai penutup dari semua kegiatan di pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.